يا هلا يا مرحبا فيكم مشاهدينا ومتابعينا وين ما كنتوا، حياكم الله في الجزء الاخير من محطتنا في بنوم صباح الدار، فقره صحه وعافيه. ومعانا اليوم شيف اسيا، ونقول لها من طول الغيبات يا بشو. صباح الخير. جبتي غنايم ولا ما جبتي من مصر؟ جبت معي. كل عام وانتي بالف خير. انتي بالف خير. والحمد لله على سلامتك الغاليه. الله يسلمك يا ربي. واليوم يقولون مسويت لنا صينيه بطاطا. بطاطس. بطاطس وبطاطا. خبرينا اكثر عن مكوناتنا اليوم. اليوم يعني فصل الشتاء، طبعا بتعرفي الدنيا برد، واليوم الجو مغيم، يعني جينا كلنا اليوم مو شايفين قدامنا، فراح نعمل صينيه بطاطس. البطاطس يعني بالكريمه، مش الصينيه اللي متعودين عليها، هي وصفه فرنسيه نعملها بالكفته والبطاطس والكريمه، بيسموها الغراتان دوفينوا لانه من منطقه لا دوفين في فرنسا فمنسوب ليها. وراح نعمل صينيه امريكي اللي هي بالبطاطا الحلوه والعصير البرتقال. هاي بطاطا حلوه؟ هاي بطاطا حلوه. ليش لونها برتقالي؟ لانه امريكان اصلا. هي السويت بوتيتو او البطاطا الحلوه لونها برتقالي، بس نحن عندنا بالعالم العربي شوي بيكون لونها ابيض تقريبا. صح، ابيض، بس امريكان هذا لونها الاصلي يعني. جميل. ونفس الطعم ولا الطعم يختلف؟ لا، هي حلوه يعني شوي ماشي على قرع العسل. او القرع، وهي عاديه البطاطا اللي متعودين عليها. لا اقصد البطاطا الحلوه اللي نحن عندنا اياها اللي باللون الابيض. نفس الطعم، بس اللون يعني. جميل. بس هي انشهرت باللون البرتقالي اكثر يعني. انا توقعت انك انت دامجه فيه برتقال او شيء. لا لسه. بس يعني في 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 نيله، انا اشوف بعد في برتقال هنا. في برتقال يعني بيمشي معك كثير. حلو، نبدا الطبق الاول. الطبق الاول عندنا البطاطس، نحن مقطعينها شرايح، ممكن نقشرها او ممكن نستخدمها على طول بهالشكل، بس انا بحب يعني، بس اهم شيء انه نغسل القشر مليح يعني. وبعدين بدنا نعمل خلطه للكفته واللحم. بجيب بوله هون، وعندي هون اللحم المفروم، بس اهم شيء يعني ما كثر فيه الدهن، لانه راح استخدم كريمه كمان، راح يكون فيه زبده، فيعني يكون جدا يعني ريتش يعني، فاحسن شيء انه تكون نسبه الدهن قليله شوي في الكفته. جميل. او في اللحم المفروم. اوكي، فخليني اخذ هون. نوعيه اللحمه تفرق؟ اي شيء يعني، بس لحم مفروم، كل ما كان لحم مفروم مثلا صغير كل ما كان احلى، بس عامه ما بيفرق يعني، لانه اللحم المفروم الفرم لحاله بيخليه ينزل. سلامات. الله يسلمك. انت من غبتي عنا صرتي مصر، وانا المرض بعده ماسكني. شفتك. السلامه. الله يسلمك. بنحط بقدونس مفروم، وبنحط بهارات، عندي هون بابريكا. وعندي ملح. نسبة الملح والبابريكا، معلقة صغيرة ممكن نقول؟ يعني معلقة صغيرة، معلقة صغيرة ملح. يعني حاولوا حتى اللحم نخليه نص معلقة صغيرة، لأنه راح نحط ملح في الصلصة أو في الصوص، فما بدنا نكتر اللحم. وحط زيت زيتون. حلو. هاي المكونات الحين أنت ياسا تراوينا حق المشاهدين، تكفي كم شخص؟ أنا راح يعني المكونات المكتوبين على الشاشة بتكفي 8 أشخاص، صينية عائلية يعني. بس إحنا بنعمل صينية صغيرة يعني تكفينا، بس اللي بالفرن صينية عائلية. بس اللي مكتوبين على الشاشة مكونات 8 أشخاص عادي. فبنعجن اللحم كتير مليح. ما بنسوي اللحم لهالصينية لأنه بيستوي معها بالفرن، فبنخليه راو أو هالشكل. جميل. فبنحطه على جنب، وبنجيب قالب الفرن. بس قبل ما ابلش اشتغل بال تسوي الصوص؟ بسوي الصوص. الصوص يعني ما بيحتاج فترة طويلة، بس يدفى، بحتاج كريمة. ممكن لو حابين تخففوا الكريمة نخففها بالمرق يعني او الحليب، بس انا بحب الكريمة الصراحة. فالصلصة او الوصفة الأساسية اصلا للوصفة هالشكل يعني، بيعملوها هيك. وبنحط لها نفس البهارات اللي حطيناها باللحم، البابريكا، لانه بحافظ على نفس النكهات. شويه بابريكا للون. وملح وفلفل ابيض. وفلفل ابيض، ممكن كمان نضيف كباب صيني او جوز الطيب اذا حابين يكون عندنا نكهه قويه. انت بتعرفي الجوزه او جوز الطيب بتمشي اكثر مع الكريمه. جميل. بس وبنخليها تسخن، وباخذ البطاطس برصها بطريقة حلوة بالقعر. كم مدة هذا الطبق الواحد ممكن يخلصه؟ هي بالإعداد سهلة يعني، ممكن تاخذ تقريبا، بس أهم شيء إنه نقطع على فكرة البطاطس رفيعة كثير مشان تستوي بسرعة. هي بالإعداد سهلة، بتاخذ 10 دقائق 15 دقيقة بالكثير يعني، ما بين التقطيع والرص وكل شيء. بس هي بالسوى عندنا طريقتين للسوى،
إذا كنا مستعجلين بنغطي الصينية بالفويل أو ورق الألومنيوم بتاخد 30 دقيقة لأنه بيتكتم البخار وبيسوي البطاطس بسرعة. بس الطريقة الأصلية إنه نخلي البطاطس تعمل روست بالفرن كتير حلو يعني. عراحتها يعني. عراحتها بس هيدي بتاخد لساعة وربع لساعة ونص بالفرن. لأنه البطاطس بتكون محتاجة وقت لتستوي. الطعم ولذة البطاطا تختلف؟ كتير لأنه بتكون روستد يعني مثل المشوية. كمان الكريمة معروف عنها إنه رغم إن هي سائلة بس مو مثل المي والمرق، يعني ما بتسوي بسرعة المي والمرق، بالعكس يعني بتتكاتف وبتصير تتخن شوي، فهذا بيساعد البطاطس إنه يحصل لها روست، مش يعني مش سلق في الفرن. جميل. طبعا بعد ما حطت البطاطا بتضيفين اللحم المفروم فوقها. بس اللحم المفروم كيف بنضيفه لانه هو مو مستوي، بناخذ يعني شوي شوي هالشكل وبنبططه على ايدينا ونحاول نغطي به كل طبقه البطاطس بهذا الشكل. يفرق الشكل اللحم المفروم بتحطينها فيها ولا يعني بس اللهم انه يغطي شكل البطاطا؟ يغطي البطاطا. كمان هي الطبقه الرفيعه اللي احنا بنعملها من اللحم المفروم بتستوي بسرعه ما بتاخذ وقت، وكمان بيكون متوزع اللحم في كل انحاء القالب، يعني اي حدا بياخذ من اي مكان بالصينيه بيكون عنده يعني بيكون عنده نصيبه من كل المكونات اللي في الصينيه، ما بيصير مكان فيه لحم. جميل. اهم شيء انها تحاتي شخص بياكل الاكل، هل بيذوق كل شيء موجود في الصينيه ولا لا؟ ايه حلو التفكير. ما فينا حدا ياكل البطاطس والكريمه وحدا ياكل اللحم، هذا انفير. جميل. يعني انا ما بدي اغلي الكريمه، بدي اسخنها. كم دقيقه الكريمه بتكون موجوده؟ ثلاث دقائق. بدي بس اسخنها ليدوق يعني البهارات تعطي النكهه. حلو. المكونات الثانيه اللي هي هني موجوده، البيض والجبن. ها البطاطا. حق الجبن لها الصينيه بس. هي بس البيض حق البطاطا الحلوه. البطاطا الحلوه بالعاده بالبطاطا الحلوه يحطونها هي نفسها بدون ما يقشرونها ولا شيء في الفرن. لكن هني يمكن طريقه مختلفه. طريقه مختلفه بس مشهوره بامريكا، يعني هي صينيه مشهوره كثير بامريكا، يعني حتى نحن نسينا عملنا الصينيه ونسيناها ورحنا الميك اب وكل شيء، رجعنا لقينا المارشميلو كله داب. في مارشميلو في الموضوع. إيه ممكن نحط على الوجه مارشميلو او مكسرات. السلام عليكم. عبد الله. يا هلا يا هلا. صباح الخير. صباح النور. صباح الظهر. صباح الظهر. اخبارك؟ شو اخبارك؟ الحمد لله على السلامه. راعيه شرم. ام الدنيا. ام الدنيا. كنت في اجازه حلوه، سولفتوا عن اجازتها ولا؟ لا هي الصراحه ما كانت في اجازه، هي كانت في شغل هناك. كنت شغل. شغل في شرم؟ طبعا. اوكي. عالمي عالمي. زي خبرنا عن شرم، شو شفتي في شرم؟ شرم كثير برد هالمره، يعني صدمتني الصراحه، كثير برد. يقول شرم هي العاده البرد هذا دائما؟ ما يعني مو متعودين على هالبرد. حار. وما يعني حتى بالاوتيل ما كنا متوقعين انه يكون هالبرد يعني بصراحه. الحمد لله على السلامه. بس شرم حلوه يعني. الحمد لله. ما جبتي لنا شيء طبخه من هناك ولا طبخه؟ متى مسوي لنا كشري؟ اي والله لازم انها اي صارت كشري بما اني ما صاري مصري. وتصدقين كشري ابو طارق فكرت فيه امبارح، ودرويش بعد يقول سوي لنا كشري ابو طارق. الكنترول كله شو هذا ابو طارق؟ محل اسمه ابو طارق موظف هو هذا اشهر واحد، ثلاث طوابق رحب. المفروض كنا نجيب كشري اسيا معاك. خلاص تعرفين لك كشري المفروض نجيبك ضيف معك في الفقره. بنسوي كشري لانه هو اشهر شيء هناك في مصر. لا بالدور كشري وبالدور. يمكن طبعا العوائل برا ياسين تريون شكلهم مطعم كشري اسيا ولا كان هني الدور عندنا في صباح الدار. خلاص انا اول ما بوصل مصر يعني ثلاث اشياء باكلها بصراحه، الكشري، الفول والطعميه. ايوه. والسمك. يعني في محل انا معك، انا اطير الفول والطعميه في مصر اول شيء والكشري. يلا خلاص السمك لا توكل على البنات. يلا اللي بعدنا اجازه نحن، انا بشل خيامي بدل ما اروح خيب في حتى اهلي بنكس ذي بروح مصر. طبعا الحين انت تحطين زعتر؟ اي بنحطه كمان هون. الزعتر البري؟ الزعتر البري. حافظ اسمه عاد شكل متذكر الاسم. وبنحط شوف اخذ لون شوي البرتقالي من البابريكا. هذا اللي هو شو؟ الحليب؟ لا كريمة. الكريمة. ايه. وبعدين بنحط شوية جبنة. جبن وممكن قطعة زبدة كمان على الوش تعطيها النكهة الحلوة. هاي مش مثل اللازانيا تقريبا؟ لا هذا جراتان دوفينوا. جراتان دوفينوا ميرسي اساسي ميرسي. شو دوفينوا؟ في منطقة في فرنسا اسمها لادوفين. اي. فهم عاملين هالوصفة فمنسوب لإلهم زي باريزيان. باريزيان. دوفينوا.
صحة صحة رحاب صحة صحة رحاب صحة. الناس تخذي عسل ما طعتي. خذت عسل هذاك اليوم. قولي والله. ايه هني قصدي في السسمه في الاستديو. وخلاص بندخلها الفرن. الفرن كم تاخذ في الفرن هذا يا سيا؟ شرحنا 30 انا بقول لك خلي انا يا عبد الله قولي لي جديد وايد. لا انا اللي بقول يعني دائما متاخر يا عبد الله. شوف عبد الله اذا علمت شيء قولي علميني. 30 دقيقة إذا تبغاها بشكل سريع. اوكي. وساعة وربع إذا تبغى البطاطا تكون روستد وعراحتها والطعم هني بيختلف. ساعة وربع فعلى حسب يعني 30 دقيقة أرفع الحرارة وايد وساعة وربع أخليها على نار هادية مثل ما يقولون على كهر مناطق عالية في هلا بنعمل البطاطا الحلوة عندي اللبن أو الحليب المحلى المكثف نعم وعندي البطاطا حلوة ثلاث حبات بطاطا باقي بس تعطينا قبيلة الحليب الحليب المحلى المكثف حطينا قبيلة ما شاء الله وهذا اسمه بالسوق اللي هو مثل السكر هذا طعمه حلو كتير حتى أنا ما بقدر قاومه وعندي ربع عصير برتقال هاي خلاص يعني خلصتي منها صح؟ لا 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 ما خلصت شبه عصير شم البلاص كل المكونات بيأكل عبد الله ماشي باكل على طول وعندي بشر البرتقال ثاني ما اشربها ببشرها وبعطيك البرتقال خلاص ما تزعل زين عندي بشر برتقال بس خلصتيها خلاص تفضل وعندي بيض البيض مفروض انه احنا نفصله بياض عن الصفار انت تحتاجين البيض ولا الصفار لا نحتاج الصفار وكمان البياض نخفقه لتعطي فوليوم للصينيه بس جميل. يعني حتى لو مستعجلين وعملنا الاثنين يعني مع بعض بتعطي نفس النتيجه بس هي البياض لما بتخفق بتصير اكثر هشه جميل انا بحضر المشاهدين طبق البرتقال ايه وخبرنا عاد كيف بتزين الطبق في ثلاث ثواني لا خلصت ثلاث ثواني وبعدها هذا الطبق على فكره تعلمت في يمكن ندرس في باريس ايضا صحارحه حق الله سامحوني عاد مشاهدينا على كثر ما اني لا لا عادي عادي كم من يوم كلك اكحها كلها كلها بتكح اكحها عادي والله تكحين حلقنا لا خلاص هذا الطبق يعني هذا البطاطا اللي بالاخر بنعملها ايوه بعدين بنجيب صينيه مثل ما قلت بنحكي يعني تعتبر يمكن ماش بوتيتو تقريبا ايه هي مثل ماش بوتيتو بس سويت بوتيتو بعدين بنحطها هون وبندخل يعني بنحط لها على الوش ممكن نوت او ممكن مارشميلو بس هي معروفه اكثر بالمارشميلو او بعين او بالجوز يعني والله فكره المارشميلو حلوه يعني وبندخلها الفرن بس اقول لك ان هكذا تقشر البرتقال عاسية اوكي في ثلاث ثواني وكيف تاكل البرتقال عبد الله الحين في دقيقه لا في ثلاث ثواني لا ما في برتقال مش لا شكرا صحه وهنا اسعد يعني البنات ما يحبون شي حركات اقول لك مخرج يقول لي بالهنا شوف البنات ما يحبون شي شكلهم على الورق عبد الله استنى عبد الله يا سلام هذا طبعا الطبق الاول والله بتفوتك البرتقاله سكر والله يعلى بالعافيه الثاني نسيناه بالفرن كثير فداه بالمارشميلو بس كثير حلو طبعا كان مارشميلو باللون الوردي شكله لانه رحنا نسيناه هذا كان كامل بالمارشميلو بس ليش وردي صار شو حطيتي لا لانه مارشميلو حطينا ابيض ووردي بس هذا بيكون شكلها بالاخر شو حلو اوكي هذا سويت وهذا سيفري يلا ذويقنا نجرب يا ذويق خلص البرتقال انتقل نحل البرتقال الحلو لا بس ليكون وايد حارفة شو شوي لا ما حد ياكل برتقال لا ما حد ياكل برتقال برتقالة عبد الله هني نضع البرتقال بالصحن انا اي شيء بيتحط هون بصادره على فكره لا زين اي شيء صادري خذي الكيو كارد خذي كل شيء اول شيء ما بسويت اول شيء هاي اول شيء هاي هذا البطاطا بالكريمه بالجراتان شوي شوي اكيد حار ما فينا شرط الكفته شو استوى فيك مع الشيف سامر اي والله صح دمعت ايه كم مره تلسعت بالبرنامج بعدين في مقلب طار الدخان كم مره تلسعت بالبرنامج انا شوي كلهم بالنسبه لي اوكي عدا الغطاء الغطاء يوم شليتها يوم حرق الغطاء صح شو صار؟ شكلي ما كان موجودة طلع رز من الفرن وكان مغطي بالغطا فهو شال الغطا وهو حامل شكلي زخيته وهي حارة ها على الهواء؟ على الهواء بعدين رماها على الهواء ردت فعل كانت حلوة صدق صار الغطا على الهواء يا سلام عليك ها خبرنا بشرنا دليت المخرج يقول لي ذوق بقى ها طعم كيف؟
آسيا. لقد تطورت كثيرا بعد القدوم من 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 شرم. بركاتك يا شرم. لا لا طبخة والله حلوة. الجراتانة طبعا ذايقينها قبل بس حاسس إن في شيء مضاف لها آخر. حلو. زين الحين. تعرف من وين هالطبخة؟ ها؟ تعرف من وين؟ الجراتان؟ أكيد فرنسي. صح. من الاسم جراتان جراتان. زين الطبقة الثانية عبد الله. الطبقة الثانية. أهم شيء لازم أن عبد الله. بارد هذا ما فيه طبعا حلوة. بسم الله. ماشي ملا. شو اللي لا؟ لا. شو لا؟ قال لي مخك حلو قلت له لا 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 حلو لا يمكن ما تحب المارشميلو بطاطا حلوه اللي هي الفندال مالنا نحن فندال صح؟ صح ايه اقول لك لا بس لا. هذا لون برتقالي من امريكا من امريكا بالعافيه عبد الله شكرا للشيف اسيا للاسف مشاهدين وصلنا لختام حلقتنا اليوم ان شاء الله انكم استمتعتوا في هاي الحلقه واكيد نتمنى لكم هابي ويكند ومع هالاجواء الجميله نشوفكم على خير ان شاء الله يوم الاحد مع السلامه ولا تنسوا مشاهدينا على السريع اذكركم بان نحن ما زلنا نحتاج الى مقترحاتكم لكل المشاريع اللي تقام في هذه البلد وتواصلكم على حساباتنا سواء كان انستغرام تويتر حساباتنا الشخصيه ايضا ممكن تحطون عليها اقتراحاتكم نحن نتمنى اليوم حطينا يعني كانت حلقه مميزه وختمناها مع اسيا اللي قاعده تاكل البرتقال مالي والحين بتستوي ضربه نشوفكم على خير مشاهدينا وان شاء الله ويكند سعيد ان شاء الله مثل ما قالت لكم مع السلامه